السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في كويزين عزال حمزاوي. الوصفه ديال اليوم عباره عن ميني ساندويتش. نخليكم مع المقادير: 500 غرام ديال الدقيق، جوج كيسان ديال الحليب، معلقه ديال الخميره، معلقه صغيره ديال الملحه، جوج معالق كبار ديال الزبده، معلقه مطيشه الحك، ومعلقه ديال السنيده. غنجمعوا كاع المكونات، غنجمعوهم بالحليب مع عدا الزبده، غنخلوها حتى الاخر. العجين غادي نضيف ليه الزبده، قطعتها مربعات، وغادي نحاول ندخلها في العجين، ندلك شويه وغادي نخليوها ترتاح حتى يتضاعف الحجم ديالها تقريبا من ساعه الا ربع حتى لساعه ونطلقاو. بعد ما تضاعف الحجم ديالها غادي نحاولوا نخويوها من داك الهواء ونشكلوها كويرات ونطلقاو. غادي ندهنوهم بابيض البيض باش يلصق لينا فيهم الجنجلان، وندخلوهم للفران يطيبوا ومن بعد نطلقاو. غناخد لدان مقطع رقيق، غادي نضيف عليه الزيت، وغنضيفو نص معلقه صغيره ديال البزار، وغنضيف نص معلقه صغيره ديال الملحه. في نفس المقله ملي حيدنا لدان غادي نزيدو الكفته، غادي نشكلوها بهذا الشكل هذا، وغادي نديروها حتى هي تطيب. من بعد ما حيدنا الكفته غادي نضيفو في نفس المقله غادي نضيفو الفلفله حتى هي تطيب شويه، وغادي نطفيو عليها.
بالنسبه للصلصه درت جوج معالق ديال المايونيز وجوج معالق كبار ديال الكيتشوب، خلطتهم وغادي ندير ساندويش كفته وساندويش لاداند. الشكل النهائي ديال الميني ساندويش، كنتمنى وصفه اليوم تعجبكم. بالنسبه لي مازال ما دايرش اشتراك للقناه، يدير اشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد، وشكرا لكم على المتابعه.